السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم أما بعد tunaendelea na somo letu la maqam rasji. Tunafunga katika somo la Qur'ani maqam rasji vipi kwa karibu na maqam hijaz. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حجاز رزي ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفاني آية كما وجوهي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.